تعتقد أنه في عهد ترامب سنشهد عودة الحرب الباردة من جديد، وأنه ممكن ترامب يستخدم سياسة القوة ضد الأوروبيين بمقاطعة البضائع أو عقوبات اقتصادية من هذا النوع لإجبار أو تراجع الصين؟ ثبت لنا من فترة حكم الرئيس الأولى أنه لا يريد الحرب مع الصين ولا يريد التصعيد مع الصين. الحرب الباردة. اسمح لي، هو الذي فرض جمارك على البضائع الصينية، واستفادت منها الحكومة الفيدرالية الأمريكية وليس الشعب الأمريكي، وهو يهدد الآن بكذلك وضع جمارك على البضائع الصينية. الحرب الباردة موجودة وقائمة في بحر جنوب الصين، ما زالوا وفي فترة حكم الرئيس ترامب كانوا موجودين، وهو يستعمل التحركات العسكرية والأمنية من أجل تحقيق مآربه الاقتصادية ومن أجل تخفيف العجز في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولكن الحرب الباردة قائمة ولم تتوقف، ولا أظن أنها ستتوقف، طالما أن هناك يعني موضوع أو مشروع جنوب بحر الصين، وكذلك الأمر الأهم هو تايوان وتهديد الصيني لتايوان. الصينيون لن يدخلوا إلى تايوان طالما أنهم يستفيدون منها اقتصاديا، وكذلك الأمريكيون لن يعني يقاتلوا الصينيين في منطقة جنوب بحر الصين، لأن أمريكا بحاجة لهذا الممر المائي. يضعون الضغوطات ولكن لن يقاتلوا هناك، لأن ذلك سيؤذي التجارة الدولية بين الصين التي تنتج بضائع رخيصة كثيرة وتشتريها أمريكا وأوروبا الغربية. فلذلك أنا لا أظن أنها ستكون حرب باردة كما كانت في الماضي، من بناء الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات. إجابة سريعة دكتور محمد حتى أستفاد من بقية الوقت، هل ترامب سيمارس ذات السياسة التي تصف أو التي يصفونها بالابتزاز والتي استخدمها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الخليج العربي مع أوروبا أو مع دول أوروبا؟ خطابه وحملاته الانتخابية كانت تماما نسخة طبق الأصل عما مضى، وهو سيستمر. هو يظن أنه في بث الفوضى يستفيد، حتى في الانتخابات نفسها بث الفوضى وقال أنها ستسرق وكل هذه الأمور فقط لكي يستفيد منها ولإخافة المواطن الأمريكي، لكي يخرج إلى التصويت لصالحه.